قبل ما نبدأ الفيلم ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة، وده عشان تتابع معانا أقوى أفلام الرعب. بيبدأ الفيلم مع واحد اسمه ليسمان، واللي بيكون مستني واحدة دجالة لحد لما بتخبط عليه وبيكون شكلها مرعب جدا. بتدخل للبيت وبتطلع على الدور التاني وبتبدأ في الطقوس بتاعتها، وده عشان تخليه أغنى واحد في البلد. وبعد شوية بتطلب منه حاجات معينة، واللي بتكون عبارة عن خصل شعر وشوية فلوس. وبعدها بتقرر ان هي تبلع كام خصلة من الشعر، وبتدي لسمان كام خصلة عشان يبلعها هو كمان. وبعدين بتحرق الفلوس قدامه وبتجرحه في ايديه، وبيكون فاكرها بتمثل عليه. وهنا قبل ما يخرج من الأوضة عشان يعالج الجرح بتاعه بيشوفها طايرة قدامه في الهواء، فبيعرفها هنا ان هو مستعد يعمل لها اي حاجة، وهيكون خدام للكيان مقابل اي حاجة يطلبها. وهنا بيلاقي فلوس جدا في الأوضة، وبتكون مالت الشنطة بتاعته. وبعد فترة بنشوف اسمه في أكبر الصحف والمجلات، وإن هو بقى من أغنى الناس في العالم. وبعدها بنعرف إن مراته سارة ماتت في ظروف غامضة ومحدش عارف إيه السبب. فبيقرر ليسمان إن هو يتجوز من ممثلة شابة وصغيرة واسمها لارا، لكن بعد فترة بتبدأ المشاريع بتاعته إن هي تخسر، وبيبيع كل حاجة لحد لما بيعلن إفلاسه. وهنا بنشوف ألف اللي بتكون بنت ليسمان الوحيدة من مراته سارة الأولى، لحد لما بتجيلها مكالمة من المستشفى وبتعرف إن أبوها بيكون تعبان جدا ومحتاج يشوفها ضروري. بتوصل للمستشفى وبتقابل إخواتها من مرات أبو لارا، وبتكون العلاقات ما بينهم مش أحسن حاجة. بتحاول مايا إن هي تحسن العلاقات ما بينهم، لكن واضح إن ألفي ما بتكونش أصلا حابة وجودهم. والممرضة بتعرفهم إن أبوهم اتعرض لجلطة في المخ وأمراض جلدية ما عرفوش إيه سببها. وهنا بنعرف إن ألفي بتكون قعدت أكتر من 10 سنين ما شافتش أبوها من ساعة وفاة أمها. ومايا بتعرفها ان امها لارا هترجع على الفيلا تاني، وده عشان تعيش فيه بعد لما باعوا كل البيوت. بتكون الفي مستغربه منها لان الفيلا اصلا مقفوله من زمان، لكن في الاخر مايا بتخرج عشان تكلم امها. وهنا بتفضل تعاتب في ابوها ان هو سابها هي وامها وراح اتجوز من واحده صغيره لحد لما النور قطع. وبتسمع صوت مرعب بيكون جاي من السرير اللي وراها، وبتشوف شبح بيقرب منها. ولما بتبص على ابوها، وبعد شوية الأب بيبدأ يهجم على ألفي لحد لما أخواتها بيخش على صوت صريخها، وفي الآخر بيرجع دم على لايا خطيبة روبن، وبيخلص اليوم لحد هنا. وبعدها بتيجي لارا على المستشفى وبتفضل تتكلم مع ألفي، وبتعرفها إن هي ما شافتهاش بقالها فترة. وبعد شوية بتمشي من المستشفى، وألفي بتقرر إن هي ترجع على الفيلا بتاعت أبوها واللي بتكون مهجورة بقالها فترة. وأول لما بتدخل للبيت بتفتكر ذكرياتها مع أمها لحد لما بتسمع صوت جاي من الصالة. ولما بتنزل عشان تشوفه بتلاقي إن مايا وإخواتها جم على الفيلا عشان يقعدوا فيها، وبالليل كلهم بيتكلموا مع بعضهم لحد لما بتتخانق ألفة مع مرات أبو لارا لأنها السبب في موت أمها وبتضربها بالقلم. وبعد شوية بيروح روبن أخوها عشان يصالحها، وبيكون أكتر واحد حاسس بيها. بيرجع تاني على أم وإخواته اللي بيكونوا عاوزين يفتحوا القابو، والأم هنا بتطلب من روبن إن هو يفتح باب القابو اللي بيكون مقفول وعليه تعويذة. وهنا لما بتفتح الأوضة بتلاقي حيوانات ميتة حواليها، وبتكون دي الأوضة اللي اتعمل فيها السحر من بدري. وبعد محاولات كتير بيقدر روبن إن هو يفتح الباب بتاع القابو، وبيخرج خيال شفاف قدامه لحد لما بيروح على أختهم الصغيرة يارا، وبعدها بيروح على أبوهم ليسمان في المستشفى. بيبدأ يخرج شعر من بقه لحد لما بيخنقه أكتر وبيخلص عليه وبيموته. وهنا لارا بتطلب من روبن إن هو ينزل على القابو ويدور فيه، وده عشان لو لقى أي حاجة غالية يبيعوها. وقبل ما يعمل كده بتيجي ألفي وبتعرفهم إن في كيان شرير أو سحر معمول في القابو. طبعا لارا ما بتكونش طايقاها، وهنا يارا بتحاول تعرفهم إن في كيان مرعب ورا أمهم، لكن الوقت بيكون متأخر. بيسحب لارا على القابو والباقي بيحاول إن هو يساعدها، لكن في الآخر كيان بيسحبها وبيسمعوا صوت أمهم وهي بتصرخ بصوت مرعب جدا. وبعد دقيقة بتطلع تاني عليهم، وبيكون الكيان استحوذ عليها. بتحاول مايا إن هي تدافع عن نفسها، لكنها بتعضها من إيديها. وألفي بتحاول تلحقها من اللي بيحصل، وبتضربها بالسيخ الحديد في دماغها، وبيكونوا فاكرين إن هي ماتت. لكن بعد شوية بتفوق تاني في ركن الأوضة، وبتعرفهم إن تمن الثروة هيكون حياتهم. وفي الآخر بتنط من الشباك وبتسيب لهم البيت فاضي. وهنا بتحاول ألفي إن هي تعالج الجرح بتاع مايا، وبتشوف يارا معاها دمية غريبة في إيديها وبتاخدها منها. وبعدها بتسمع روبن بيندع عليها وبيوريها إن الكيان اللي مسيطر على أمهم بيكون كسر العربية، وان هما مش هيعرفوا يمشوا من هنا، فبيقرروا ان هما يتصلوا بالشرطة، وللأسف الموبايل بيفصل. وهنا ألفي بتعرفوا ان هما لازم ينقلوا مايا على المستشفى لان النزيف ممكن يموتها. بتقول لروبن ان هما لازم يفضل مع اخته يارا، وهي هتخرج مع مايا على اقرب مستشفى. وهنا مايا بتشكر ألفا ان هي معاها في الظروف اللي زي دي، وبتعرفها ان هي اختها ولازم تعمل كده، لحد لما بيشوفوا امهم لارا تاني قدامهم وبيحاولوا ان هما يستخبوا منها.
ألفي بتدي الكشاف لمايا وبتفتح الشنطة اللي معاها وبتطلع منها شاكوش، ومايا بتلاقي كتاب غريب في الشنطة بتاعتها وبتشوف صورة مشوهة ليها هي واخواتها، فبتروح على ألفي وبتعرفها ان هي اللي جابتهم على هنا وده عشان تخلص عليهم. وقبل ما تشرح لها اللي حصل بتكون هربت من قدامها واختفت في الغابة. وفي البيت بيحاول روبن اكتر من مرة ان هو يكلم خطيبته ليلى، لكن الموبايل بيفصل اكتر من مرة. وهنا يارا بتعرف اخوها ان هي شافت الكيان اللي خطف امهم، وبترجع تاني الف على البيت. بتفضل تشرح لروبن حكاية الكتاب اللي كان معاها، وان هي كانت في الاول بتكرههم وان مايا فهمتها غلط، وبيتعرفوا ان هي هربت منها في الغابة. وروبن بيكون مصدقها، بيعرفها ان هو لازم يخرج عشان يدور عليها، لكن الف بتعرفه ان هما يخرجوا اول لما الشمس تطلع. وهنا بتوديه على الدور التاني وبتوريه الاوضه اللي اتعمل فيها السحر من سنين، وهنا بيلاقوا الكتاب على المكتب. وقال في ان هي بتشوف الكيان اللي في الكتاب يكون نفس اللي ظهر ليها في المستشفى. وهنا بيعرفهم ان هما لازم يحطوا تعويذه على باب القابو، وده عشان يحميهم من اي كيان يخرج منه. بيفضلوا يقروا اكتر في الكتاب وبيعرفوا ان الدجالين بيسلموا نفسهم للشيطان، وده مقابل اي قوه خارقه. ومايا بتكون في الغابه لوحدها وبتظهر امها قدامها وهي بتاكل في حاجه، بتفضل تهجم عليها لحد لما بيقعوا في المية والاخر بتهرب منها. ويارا بتسمع صوت مخيف عمال يكلمها والسرير بيفضل يتهز بيها لحد لما بيظهر الكيان قدامها. وروبن بيسمع صوت اخته وهي بتصرخ، بيطلعوا للأوضة بتاعتها بسرعة وبيشوف الكيان عمال يسحب في يارا لتحت السرير، بيحاولوا ان هم يلحقوها لحد لما كان بيخربش ايد الفي وفي الاخر بيختفي من الأوضة. بعدها بيغمى عليها وبتفتكر الطريقة اللي ماتت بيها امها من سنين، وان الارواح الشيطانية هي اللي عملت كده وان هي كانت حاولت تساعدها، لحد لما بتيجي ليلى خطيبة روبن على البيت وبتشوف مايا قدامها في الطريق. بتطلب ان هي تركب معاها، لكن ليلى بتلاحظ ان شكلها بيكون غريب شوية وماسكة شاكوش في ايديها. بتفضل تهجم عليها في العربية، وبنعرف بعدين ان هي ماتت في الغابة. وبعد شوية بترجع مايا على البيت وبتنزل للكوب عشان تتكلم مع الروح الشيطانية، والكيان بيطلب منها ان هي تكون خادمة عنده، ومايا بتوافق على الشروط بتاعته، وبتبدأ ان هي تعمل الطقوس عشان تضحي بروحها. وألفي بتتخيل امها جنبها وبتفضل تتكلم معاها لحد لما شكلها بيتغير، وبتفضل تقطع في وشها لحد لما بتفوق وبتشوف مايا قدامها. وبتفضل تعرف روبن ان هما لازم يخرجوا من البيت بسرعة، وبتوري ايديها اللي شكلها اتغير هي واختهم يارا. لكن في الوقت ده بتتكلم الروح الشيطانية اللي موجودة في جسم مايا، وبتعرفهم ان مفيش حد هيخرج من هنا، وبتبدأ ان هي تحصل حاجات غريبة معاها. وكلهم بيحاولوا يخرجوا من البيت لكن الابواب كلها بتكون مقفولة. وبعد شوية بيظهر شبح قدام باب البيت، وروبن بيطلب من ألفي ان هي تخلي بالها من يارا لحد لما يشوف مايا. وفي الاخر بيلاقيها في ركن الأوضة وبيحاول يقرب عليها عشان يكلمها، وبتكون شكلها مخيف جدا. بتفضل تقرب عليه والباب بتاع القابو بيتقفل عليهم، وبتقوله ان هي قتلت امه وخطيبته وان هي هتقدمه كقربان للروح الشيطانية. بيفضل يضربها روبن عشان يفوقها لحد لما بتمسك الدمية السحرية بتاعته اللي فيها السحر الاسود وبتكسر دراعه. بيحاول ان هو يهرب منها، وبيحذر الفي ان هي ما تتقربش اكتر من كده. وفي الاخر مايا بتخلص عليه وبتشيل راسه عشان تموته، وهنا بتطلع دمية يارا وبتسحبها للقبو عندها، وبعدها بتطلع دمية الفي وبتفضل تهجم عليها. ولما بتفوق تاني بتعرف ان هي في القبو، وبتشوف اللي حصل من ابوها والدجالة في اول الفيلم. بتعرف ان هي طلبت خصلة من شعر بنته ألفي، وده عشان تخلص عليها زي ما قتلت مراته الاولى سارة، وده مقابل ان هي تزود ثروته. لكن هنا ما بيقدرش ان هو يعمل كده، وبيحاول يخدعها بشعر حد تاني. وقبل ما تهجم عليه بيقدر ان هو يضربها بالسكينة في قلبها، وقبل ما تموت منه بتاخد حتة من شعره، وبتعرفه ان هو يخسر كل فلوسه وهيموت بالامراض الغريبة. وبعدها بيدفن جثتها في القبو بتاع الفيلا، وفي الاخر بتفوق تاني من الرؤية. وهنا بتظهر مايا قدامها، وألفي بتحاول تفوقها وبتفضل تعرفها ان يارا وروبن اكيد اخواتها، لكن مايا مش بتسمع كلامها وبتفضل تكسر كل حتة في جسمها من خلال الدمية بتاعتها. وبعد شوية ألفي بتلاقي دمية مايا واقعة قدامها وبترميها في النار عشان تخلص عليها في الحقيقة. وبعدها بتفضل تحفر في المكان اللي اتدفنت فيه الدجالة، وبتحاول تطلع السحر اللي مدفون، بترميه في النار عشان تنهي اللعنة. بس بعد شوية بيصر شبح الدجالة وبيحاول يشدها في التربة بتاعته، وهنا بتيجي ايدينا عشان تساعدها، وبتعرف ان هي يارا اللي بتطلعها من التربة. وفي الاخر بيقدروا ان هم يخرجوا من البيت، وبيخلص الفيلم لحد هنا. فلو حابين اننا نعمل الجزء التاني اكتبوا لنا تحت في الكومنتات، وما تنساش لو عجبك الفيلم تعمل لايك للفيديو واشترك في القناة، واشوفكم ان شاء الله في فيلم جديد. سلام.